طبيب ولا يعني من المفروض الوطن يعترف لهم بالجميل طول ما هو حي. لازم نعاود نراجع القانون الاساسي نتاع الممرضين ونتاع الاطباء، ونعاود نراجع القانون نتاع الخدمه المدنيه، هذه كل نلتزم بها. نداء الاخوات والاخوان المواطنات والمواطنين باش يكون تكون هبه قويه بالنسبه يمشوا للتلقيح، لان التلقيح اولا هذا المشكل تاع الاكسجين هذا ما يتطرحش، لان حتى لو كان يحكم الكوفيد يحكمه بصفه خفيفه كومين غريب. قررنا ربما نعلن عليها اجتماع مجلس الوزراء المقبل على اساس نرفع قيمه المنحه تاع البطاله. هذا سكوب ان شاء الله. احنا المهم صونت كرامه الشاب الجزائري وما يخلي حتى واحد يستعملو سياسويا. ما فيه جزائري ما يقدرش المولوديه، لان اولا مرتبطه بالثوره مبروك المئويه، وان شاء الله من انتصار الى انتصار اكثر. انا قررت باش نخلي لهم الملعب نتاع دويره نخليه تحت سير. هذه اجمل هديه، مبروك عليهم ويستاهلوا. انا في خدمه هذا الوطن وفي خدمه هذا المواطن والمواطن. حلوا عينيكم، الجزائر كل الناس كبرتها ما تصغروهاش، انتوما ما تصغروهاش.